خوتي خواتاتي، غادي نعملوا واحد المشروب اللي هو يا صحي. هاد المشروب يمكن لينا نعملوه بعده خضار اللي هي تكون خضراء، مثلا الخس، الكرافس، القزبره، المعدنوس. ولكن ملي نعملوا المعدنوس ولا ما نعملوش القزبره، ملي نعملوا القزبره ما نعملوش الكرافس، ملي نعملوا الكرافس ما نعملوش الخس. يعني خاص الخضار اللي يكون اللون ديالها اخضر، اللون ديالها اخضر. هنا مرافقها بمطيشه اللي انا عندي وغدا تضيع ليا. هنا عندي سكنجبير طراف هكذا مقطع طري. هنا عندي خوتي خواتاتي، راه ما نقولش لكم وبلا ما نبقى ندوي وبلا ما نبقى نتكلم، الفوائد ديال الزبيب الكحل اللي هو يا كنرقدوه في الماء وكنخليه حتى كيطلق واحد شويه. الزبيب الكحل الفوائد ديالو لا تعد ولا تحصى. هنا معنا خوتي خواتاتي زريعه الكتان، زريعه الكتان اللي انا ديما كناخذ هذا المقدار كنعملو في الخليط ديالي. واللي فيكم كيبغي الحلاوه، انا ما عنديش مع الحلاوه، ما عنديش مع الملحه. اللي كيبغي فيكم الحلاوه معاليه، غير كيف قلت لكم اللي كيبغي الحلاوه معاليه غير معلقه ولا جوج ديال العسل. العسل اللي هو يعني حر، ماشي العسل اللي غادي نقول لكم عملوا السكر، لا، العسل اللي هو كيتصنع من السكر ولا مشكوك فيه، لا ما عندنا ما نعملوا به. وبيني وبينكم ما بقى دابا حتى عسل اللي هو اصيلي، ولو كيتلاحوا عليه المراكز ديال التجميل وكيفرقوه بالقطره بالقطره في واحد لوبو اللي انت كتعمليه على البشره ديالتك، مخلصاه بالمراكي فيه العسل الحر وهو يا فيه غير قطيره، وانت يا لوبو مخلصاه حتى 100 150 أورو 200 أورو في بعض لي غام اللي ما غاديش نذكر الاسامي ديالهم. هنايا عندنا مشروب، اولا الزبيب الكحل قلت لكم الفوائد ديالو على التجميل ديال البشره، الشعر، الذات ديالنا، الزيوت اللي فيه ما نقولش لكم عليها. وكذلك زريعه الكتان، زريعه الكتان هي خاصها كيف تطحن، الا كانت بودره، الا كانت بودره خاصها كيف تطحن تعمليها في يعني في واحد الكويس ديال الماء وتشربيها، ما كتبقاش يعني ما كنحتفظوش عليها مطحونه، خاصها هكذا تبقى حبوب. هنا عندي الخس، انا كنت كنقلب على الكرافس لقيت في الثلاجه عندي بقى عندي غير الخس، اذا غادي نستعمل الخس وبقاو معايا وتابعوني. الخس خوتي خواتاتي ملي كنقطعوه كنحيدو ليه هاد البلاصه هادي، كنحيدوها كنغسلوه. انا رقدته في الماء ورقدته في خل التفاح ومن بعد صفيتو، كنحيدو لي هاد البلاصه اللي هي مورا كنحيدوها. قبل ما نبداو هاد اللايف خوتي خواتاتي، هاد لا فيديو عفوا، قبل ما نبدا هاد لا فيديو كنقول لكم ما تنساوش تضموا القناه، تشتركوا، تخليوا لي تعليق وتخليوا لي لايك بصمه. راني اي حاجه كنجيبها لكم الا وكنجربها وكنشربها. وبالاخص بالاخص خوتي خواتاتي، راه الا كان عندكم غير الزبيب الكحل ورقدتوه وطحنتوه مع شويه ديال القزبر ولا شويه ديال المعدنوس ولا غير مع خصه، راه ولا طيف ديال الكرافس، راه ما نقولش ليك الشعر، الذات، البشره ديالتك كيفاش غادا تولي، وكذلك الهشاشه ديال العظومه. اما زريعه الكتان هذيك راه هي غنيه عن التعريف، سكنجبير كندخلوه طري على ود مزيان لينا والذات ديالنا، وكيف قلت لكم الخضر اللي هي خضراء، هذا المشروب يعني كنشربوه ماشي كنطيبوه، اي حاجه كنطيبوها الفوائد ديالها كيمشيو. اذا هنايا كلشي غادي نطحنوه مع بعضياته وغادي نعملوه بحال الشكل ديال الكوكتيل. بقاو معايا ما تمشيو فين، ما تنساوش غير اشتراك في القناه. هانتوما خوتي خواتاتي غادي نضيفو الزبيب الكحل هو الاول. علاش؟
على ود الزبيب خاصو يتطحن مزيان، غادي نزيدو عليه سكنجبير، غادي نضيفو الماء، الماء خوتي خواتاتي خاصو يكون بارد بارد بارد. شوفوا ما شاء الله الزبيب الزيوت اللي هو طلقها وباقي الماء بارد، فما بالكم ملي غادي تطحن مع زريعة الكتان. الفوائد اللي كيعطيها الصحة ديالتنا، الشعر ديالتنا، الهشاشة العظمى، راه نبقى ندوي 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 وما نوفرش لكم. كيف كنقولوا من نسكت حليمة سكتي، انا نسكت، قالوا لي حليمة سكتي على ود انا عارف الفوائد ديال هاد الشيء وكنحاول نوصلو لكم ونعبر لكم. زريعة الكتان بسم الله وعلى بركة الله، ما تعمروش الميكسور بالماء على ود لا يفيد لكم. يعني الماء ها هو واصل هنايا، كتشوفوا فيه واصل هنايا، غادي نطحنو وبشويه بشويه كنزيدو. هنا خوتي خواتاتي بقات لينا الخصه الاخرى، غادي نضيفوها، واللي بغى فيكم يضيف العسل وكنتقن منه بين ما راه حر يضيف العسل. ها انتم خوتي خواتاتي من بعد ما طحنا كل شيء مع بعضياته، غادي نقول لكم باش نحتفظوا عليه اشنو نعملوه. يعني غادي نتلقاو الطروفه ديال الزبيب وغادي نتلقاو شي طروفه ديال حبيبات ديال زريعه الكتان، نضغوهم ما بين سنانكم. هاد المشروب اللي انا كنقدم لكم خوتي خواتاتي، تيقو بيا تيقو بيا، تخرج يعني ملي تبغي تعمري الكاس ديالك بقاي معايا تابعيني وغتعرفيني اشنو غنعمل. ها انتم اخوتي خواتاتي، هادي غدخل للثلاجه، هادي غدخل للثلاجه، هاد الكاس ديالي عمرتو، ولكن مثلا غدا ان شاء الله الى صبحنا حيين وبغى الله سبحانه وتعالى، غادي ناخذ كاس وغادي نعمر هاد الكاس وغادي نخليه واحد ساعه المكانه باش ما يبقاش بارد. ديك البروديه انا ما كنشربش الماء بارد، ونتناول هاد المشروب ديالي، مشروب صحي تيقو بيا، غير باش ما تبقاوش ديما كطحنوا، عملوا بحالي انا كنطحن هاد الكميه فيها ما شاء الله الخص، سكنجبير، زريعه الكتان، مطيشه طريه، مشروب اللي اش نقول لكم، يا سلام يا سلام. وداكشي راه باين خوتي خواتاتي ما شاء الله، داكشي راه باين. ولا تابعتوا على الوصفات ديالي والمشروبات ديالي، غادي تلقاو يعني الذات ديالكم تبدلات. اللي كنطلب منكم خوتي خواتاتي وهو تعملوا لينا لايك بارطاج كيف العاده لختكم حليمه اللي كتقاسم معكم كل ما كتشوفوه على وجهي وعلى ذاتي، كل شيء كنقاسمه معكم. ما تنسوش خوتي خواتاتي لايك لو بارطاج، وما تنسوناش بالتعاليق، التعاليق كتحفزني، وما كتخليوش ليا التعاليق، ما عرفتش علاش باخلين عليا بالتعاليق خوتي خواتاتي، خليو لينا شويه ديال التعاليق كيفرحونا وكيعطيونا الطاقه الحيويه والنشاط، النشاط والايجابيه والطاقه الحيويه. احبكم في الله، والسلام عليكم، بالصحه والراحه، حقكم في الجنه.